السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين تطبيقي من تمارين درس اتصال دالة الإعدادية. التمرين يقول بين أن المعادلة سينوس ديال إكس زائد واحد على ثلاثة تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص بي على ستة صفر. دائما التمارين ديال بأن المعادلة تقبل حلا وحيدا أو على الأقل حل كنطبق فيها مبرهنة القيم الوسيطية تيوغيم دي فالور انترميديير. إذا تقبل حلا وحيدا قصني ثلاثة ديال الشروط. نلقى بأن الدالة متصلة على المجال، نلقى بأن جي ديال أ جي ديال بي صغر من صفر، ونلقى بأن الدالة رتيبة قطعا. إذا نضع جي ديال إكس كتساوي لنا سينوس ديال إكس زائد واحد على ثلاثة تساوي صفر. إذا أول شرط هو ديال الإتصال. إذا الدالة جي ديال إكس كتساوي سينوس ديال إكس واللي هي دالة متصلة على إر زائد واحد ثابتة، إذا كتبقى دائما دالة متصلة على إر. إذا بما أن الدالة سينوس إكس متصلة على R فإنها متصلة على المجال على A اللي هو المجال ناقص بي لسة صفر. كذلك دالة ثابتة فهي متصلة على R. إذن الدالة G متصلة على المجال A. الشرط الثاني خصني نحسب جي ديال صفر وجي ديال ناقص بي على ستة. إذا جي ديال صفر كنعوضو إذا سينوس ديال صفر زائد واحد على ثلاثة. سينوس ديال صفر كيساوي صفر، إذا واحد على ثلاثة أي أن جي ديال صفر أكبر قطعا من الصفر. جي ديال ناقص بي على ستة تساوي سينوس ديال ناقص بي على ستة زائد واحد على ثلاثة. إذا سينوس ديال ناقص بي على ستة كيساوي لنا ناقص واحد على جوج زائد واحد على ثلاثة. إذا لو وحدنا المقامات غيكون عندنا ستة في المقام، إذا ناقص ثلاثة زائد جوج، إذا هي ناقص واحد على ثلاثة، وبالتالي جي ديال ناقص بي على ستة أصغر قطعا من الصفر. إذا جي ديال الصفر جي ديال ناقص بي على ستة الموجب في السالب كيعطينا عدد سالب. الآن دابا الرتابة. إذا جي بريم ديال إكس هي سينوس ديال إكس زائد واحد على ثلاثة بريم. إذا ديريفي الاشتقاق ديال سينوس إكس هو كوس إكس، والاشتقاق واحد على ثلاثة صفر. إذا الاشتقاق على المجال ناقص بي على ستة صفر. إذا دالة كوس إكس على المجال ناقص بي على ستة صفر، إلا خدينا الدائرة المثلثية. إذا الكوس هي هذه، إذا عندنا صفر تقريبا، هنا عندنا ناقص بي على ستة، إذا المجال هو هذا، وبالتالي الكوس اللي كنحسبوه من هنا، إذا الكوس هو هذا على هذا المحور هذا، فدائما الكوس غيكون موجب. إذا كيلك سوا إكس فاغي أو لا متغيرة ما بين صفر ما بين ناقص بي على ستة وصفر، فالكوس ديال إكس دائما موجب قطعا. إذن لدينا كيكس و إكس كتنتمي ناقص بي على ستة صفر، جي بريم أكبر قطعا من الصفر. إذن ثلاثة الشروط كلهم حقين. إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة جي ديال إكس اللي كتساوي لنا سينوس ديال إكس زائد واحد على ثلاثة تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في المجال
ناقص بي على 6 صفر.